هذا هو بيتك عمي ابو حمدين، هذا هو. حلو حلو كثير، بشرفي احلى من الحبس. شو جاب لجاب؟ اكيد رح يكون احلى من الحبس. لك ما في احلى من هيك مطرح، اصلا بحياتي ما شفت احلى من هيك بيت عمي ابو حمدين. يلا شحرور بلش تنظيف. على راسي من فوق. هلا شفتهم بعيني واجيت مشان خبرك. يا لطيف يا لطيف، على الخبريه لك يا ابو اسعد. ابو حمدي طلع من الحبس. ليش مو منيحه الخبريه عمي ابو معروف؟ مو منيحه؟ لا لا منيحه منيحه. كان في معه واحد ما عرفته منو هذا. منو هذا؟ واحد غريب اول مره بشوفه بحالتنا. شلون شكله؟ يعني بدك تقول شباب اول عمره، بس مو شغل تماما. شلون يعني مو تمام؟ يعني عمي ابو معروف بدك تقول من نمرته لابو حمدي، يعني وش حبوس. اسمع ابو اسحر، تمروا على القهوه لعند اخي ابو الفوت وبتخبره، وتروع على الحمام تبعت لي شغيل زعلوه. ليش شو بدك منه؟ شو بدك منه؟ لا رمي مثل ما عم اقول لك، روح بعدين بحكي لك. ايه بامرك، انا بامرك، خاطرك. الله معك، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. على الصليط لانها والله شغله بحط العيب الكف. مين كان على الباب تقبرني؟ واسعد الزبان بده خرجيته، مو هيك ابن عمي؟ لا بنت عمي ما بده خرجيته. لكن شو بده؟ ابو حمدي طلع من الحبس. يو ابو حمدي طلع من الحبس؟ وشو طالعه؟ شو طالعه؟ خلصت محكوميته، خلصت محكوميته. إيه لا يطلع خلقك علي ابن عمي. حط لك الغداء اخي؟ لا اختي لا، خليه لبعدين. يعني مالك جوعان؟ جوعان وما بدي اكل، عم على قصة. مثل ما بدك اخي، مثل ما بدك. على شغلة. شو بك ابن عمي، ليش طالع خلقك علينا كلياتنا؟ يعني البنت بشو غلطت؟ قالت لك حط لك اكل مشان اذا رحت على الحمام تكون اكل وشبعان. الله يرضى عليه، لا تخلي طلعت ابو حمدي من السجن تاثر علينا. مبين عليك تعبان، فوت ارتاح ابن عمي. استغفر الله العظيم. قلت هيك. شو هاد لك شحرور؟ شو هاد؟ حدا اللي طالع هذا الطابلة برا؟ إذا في مشكلة عمي أبو حمدي برجعه. لا لا خلاص ماكو مشكلة.
شفت لك شحور لما قلت لك انه حارتنا امان وما صدقتني. هي ليكني صار لي غايب عن البيت 10 سنين وما ناقص منه شيء. شو هذا عمي ابو حمدي؟ مصاري؟ ايه مصاري. كنت تاركهم بالغرفه ورجعت لقيتهم مطرح يعني على حطه ايدي. يعني معناتها رح ناكل وما رح نموت من الجوع، لا مو هيك عمي ابو حمدي؟ ما خسرت موت من الجوع. الحمد لله. الله كافيني من عنده مو بحاجة حدا منه. بس مو معناها نقعد بدون شغل. بدك تشتغل وتطالع لقمتك بالحنان. ليش لا؟ بشتغل عمي ابو حمدي، انا بشتغل. ليك شحرور. انا جبتك معي لهون على البيت لاني اخذت منك وعد انه ما ترجع للسرقة. وانك تبت لربك توبة نصوحة. وانا عند وعدي عمي ابو حمدي، ويشهد علي ربي اني ما راح مد ايدي على الحرام ولو بدي موت من جوعي. روح ربي يوفقك. على راسي يا عم ابو حمدي، شو رايك انا بكاسة شاي على كيفك؟ ما بنقول لا. مسيك يا ابني هدول المصاري. ايش هدول يا ابي؟ هدول يا ابي المصاري بتخبيهم وبتحافظ عليهم. ليك يا ابني الاعمار بيد الله وانا مالي داعي املاك. هدول المصاري جوز يهمك ليش انت هدول تكبر وتصير رجال كل جدك بعد، وان شاء الله ما بتشوف فيها بسهوله. شلونك يا مو؟ كأنك مو على بعضك. مالي منيحة بنوب. ليكون مشان طلعت خالي من الحبس. هذا عدونا ولك عدوكم كلكم. روقي يا مو روقي. وليش جاية لعنا أم الفناطي؟ هذا طلع معك سعدية؟ كأنه جاية لتسميلنا بدلنا؟ لا مو هيك، لأن بلا هيك. إذا متضايقة مني هلأ بروح على بيت حماية ست سعدية. إيه وشو عم تستني؟ ما تقومي تروحي، أصلا ما بيجي منك غير وجع الراس. هذا طلع معك اختي؟ لك سعدية ليش هيك عم تحكي مع اختي؟ اتجوزت وما خلصنا منها. سكتي سعدية. ما رح اسكت. قومي اعملي لها لاختك كاسة شاي، قومي. ما بدي ساوي شيء لحدا. انا يا مو رح ساوي لها. لا تزعلي تقبري. اختك وبتعرفي فصولها. ليش في شيء بفرح يا مو؟ ليش طلعت خالك ما فرحتك يا بعدي؟ امبلا، فرحتني وفرحتني كثير. ايه تتهني فيه ان شاء الله. فرحاني لانه طلع قاتل ابوك من الحبس؟ يا مو خالي والله بريء، مو هو قاتل ابي. لك والله هو، والله هو. لا تحلفي يا مو، والله حرام. لك هو هو، فمو بقى هو. انبسطتي؟ هيك سميتي لها بدلها لامي؟ ما بيجي منك غير وجع الراس. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ اذا مو عاجبك ارجعي محل ما كنتي. شو بدك خبره معلمي؟ بتقله لأبو حمدي ضروري اليوم يمرق لعندي على الحمام مشان شوفه وسلم عليه. صار معلم صار. الله يرضى عليك، خذ له الصفر طاس وعلى الفرن مرو وخذ له كم خمسة معك. الله يرزقك ويعوض عليك يا رب.
روح بسرعة ورجع خبرني شو بصير معه. صار معلم، دعيلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. الله معك.